وهي مديرية الدفاع المدني الأخوة المواطنين إلى ظاهرة الكسوف اليوم غد بعدم النظر المباشر إلى أشعة الشمس لما تسببه من ضرر كبير على العين. لذا نهب المواطنين عدم النظر مباشرة إلى قرص الشمس أثناء ظاهرة الكسوف، وذلك لأن الكسوف لا يحجب الأشعة الفوق البنفسجية، وبالتالي هذه الأشعة سوف تسبب ضررا في الشبكية وتسبب عمى مؤقت تسمى بعمى الكسوف، وقد يكون هذا الضرر وقتي أو دائمي لا سامح الله. يعتمد الضرر على حجم كمية الضوء الساقط على العين ومدى النظر إلى أشعة الشمس. جميع النظارات الشمسية أو غيرها تكون غير مخصصة وغير آمنة للنظر أيضا إلى أشعة الشمس. إذا نهب المواطنين عدم النظر مباشرة، عدم استخدام الموبايلات لغرض التصوير الظاهرة، وكذلك عدم النظر. مدى ضرر العين يعتمد على مدى التعرض لتلك الأشعة. قد ظهرت العمى قد لا تحدث أو يدرك الشخص إلا بعد مرور 12 ساعة، وقد يكون هذا الضرر على المدى القريب أو البعيد. قد يكون ظهرت للعيان تكون بعد شهر أو شهرين أو سنة. قد تعود العين إلى وضع الطبيعي أو لا تعود حسب أيضا تأثير تلك الأشعة. لذا نهب المواطنين مرة أخرى عدم التعرض لتلك الأشعة حفاظا عليهم وعلى سلامتهم.